عم نتابع عالم الصباح من خلال لقائنا مع ضيوفنا حتى نحكي عن معرض أوريكا يلي رح بيصير ابتداء من شهر نيسان بين 4 و7 نيسان بالبيال. بدي رحب على التوالي بجمانة دموس سلامي مديرة شركة هوسبيتاليتي سيرفيسز. صباح الخير جمانة. أهلا وسهلا فيك. ورندا دموس فرعون مديرة معرض أوريكا، أهلا وسهلا كمان فيك. طبعا صرنا سنين عم نحكي عن أوريكا والحمد لله فينا نقول انه بازدياد وبنجاح، يعني وقت اللي بلشت الفكره كانت كثير يمكن صغيره، اليوم عم نحكي عن شيء عم بيصير على مستوى كل لبنان وعم بيصير بشكل يعني عالمي، ففينا نحن نحكي بمعايير عالميه. خلينا نحكي شوي لكن عن أوريكا لهالسنه امتين وكيف وليش، وبعدين شوي شوي كمان رح نفوت مع جمانة بتفاصيل لانه في كثير على ما يبدو اشياء رح بتصير. مظبوط. أوريكا بالنسخة ال 24 لهالسنة رح يصير سنة الجاي 25 رح نعيد رح يصير جمعة الجاي نهار الثلاثة من 4 ل 7 نيسان بالبيال من 3 ل 9 عشية. أوريكا هو ملتقى السنوي لعالم الصناعة والمأكولات الغذائية والخدمات، كل هالمجهزين الفنادق موجودين، مجهزين المطاعم من المأكولات المشروبات تجهيزات الفنادق التكنولوجيا أدوات المائدة كل هول موجودين تحت سقف واحد خلال 4 أيام لا يقدروا يعرضوا أجد التقنيات من هذيك السنة لهالسنة لهالأشخاص. عظيم. يلي فينا نقوله هون أنه يعني المحل موجود للجميع، المختصين بالموضوع بيروحوا، واللي حابب كمان يشوف شو في اشياء جديده وماكولات ويعني يتعرف كمان بيقدر يمكن يفوت وياخذ هالفكره، لانه ما فينا كلنا ابدا نعيش بلا اكل، كلنا عندنا هالكيوريوزيتي انه نقدر نشوف. مظبوط. هلا هو معرض اكثر لذوي الاختصاص، اكيد يعني نحن بنبعث دعوات لهالاشخاص من الشيف للمسؤول عن المأكولات للمدير لصاحب هالفندق هالمطعم هالسوبر ماركت، ويلي بيحب اذا حدا بيحب يفتح مطعم لازم يدفع على الباب، لانه نحن عن جد حابين يكون هيدا ملتقى لذوي الاختصاص تيقدروا يستفيدوا من بعضهم خلال 4 ايام. 24 سنه يعني منهم هينين، شو فينا نلخصهم او شو اهم هيك المحطات اللي كانت بأوريكا من وقت ما بلش لليوم؟ نعرف انه يعني في اشياء عم بتصير مستجدات بهالعالم، هيدا عالم المأكولات وصناعتها كثير سريع، عم بيكونوا التحولات كثير سريعه، صحيح؟ ونحن مضبوط، نحن من سنه لسنه بنجرب نقدر نجيب جوابات لكل الاشخاص المهنيين بهالقطاع، بقى منواكب هالتطورات وبنحضر قبل بسنه، نحن من سنه لسنه يعني طبعا. اليوم بلشنا نحضر لسنه الجاي بنشوف شو في اخر تطورات بالصناعه الغذائيه وبالخدمه المطاعم ومنجرب نحضر لها من هلا وندعي كل الخبراء واللي عم بيشتغلوا بهالقطاع عم نجرب يكونوا موجودين من سنه لسنه، مشان هيك بتشوفي أوريكا عم بيتطور وعم بيقدر يتفاعل بسرعه مع المهنيين بهالقطاع. بالنسبة لغير معارض عم بتصير عالميا، شو فينا نقول يعني قديش صار عندنا مستوى عالي من هيك معارض لها علاقة؟ أول شيء المعرض حجمه كبير، يعني في فوق 350 عارض مثل ما قالت رندا بكل القطاعات المختصة. نحن بنحب نقول إنه هو بوتيك شو، يعني أكيد ما بيقدر يكون عم بينافس معارض عالميه، بس عم يستقطب ناس من خارج بس لبنان، بس عم يستقطب ناس من خارج لبنان والموجود غني ومن الدرجه الاولى، فهيدا فخرنا ونحن بنحب يكون هالملتقى للبنانيين بلبنان وبالعالم العربي وبالعالم بالاجماع يكون محطه سنويه لهم تيجوا يلتقوا ويكتشفوا بعضهم ويرجعوا يشوفوا بعضهم. 2017 السنة شو اللي فينا نقول في عنوان عريض عم يجمع، في شيء عم بيميز هيدي السنة؟ هالسنة عاملين الثيم From Lebanon to the World، يعني حبينا نفرجي المواهب اللبنانية تا نظهرها نفرجيها للخارج البلاد العربية ونفرجي انه نحن بالمجال الفندقي بالخدمات السياحية بنقدر ننافس مثل ما قلنا
غير بلدان. كيف رح بيصير هالشيء على الارض؟ يعني وقت اللي عم نقول من لبنان الى العالم، شو رح كيف رح بيصير التبادل؟ هلا نحن مفرجين اكيد بالنشاطات، عندنا نشاطات اللي هي حوالي 7 نشاطات كل يوم، عندنا مباريات مع الطهاة اللبنانية، عندنا حوالي 350 شيف من لبنان، من المطاعم، من الباتيسريات، من الفنادق، رح يفرجوا اهم مواهبهم، احلى شيء بيعرفوا يعملوه. والسيم اكيد رح يلحق عنا اشياء الاكلات اللبنانية، المباريات، يعني رح يرجع السيم من لبنان للخارج. عندنا كمان الباريستا كومبيتيشن، كمان رح يكون في له لينك مع اكيد القهوة اللبنانية والاسبريسو، كمان الباريستا رح يفرجوا مواهبهم بهالمباريات. عندنا زيت الزيتون البكر يلي هو كمان نحن معروفين فيه، كمان مباريات زيت الزيتون. عندنا البارتندر كومبيتيشن يلي هي كمان عندنا بارتندرية رح يفرجوا مواهبهم بأطيب كوكتيل خلال 4 أيام. ويعني حبينا نفرجي بكل مجال، بفندق أم بمطعم، من الشيف للباريستا للبارتندر، يعني الكل مدعوين يشاركوا بهالمعرض لأنه هيدا معرضهم وهيدي الفرصة الوحيدة تيقدروا يفرجوا مواهبهم خلال هالأربعة أيام. وهي تداعيات يعني بتضل على مدار السنة، بضل عندهم يجيهم يعني إذا بدك أصداء عن هالموضوع بيتابعوا من سنة لسنة. شو فينا نحكي عن معرض هذيك السنة؟ يعني النتائج اللي حققناها بمعرض هذيك السنة، عدد الزوار اللي كان سنة الماضي، نحن كل سنة عم بيكون في فوق 15,000 زائر عم بيكونوا موجودين معنا، مهنيين من كل القطاعات المهتمة، وصراحة الفيدباك عم بيكون كتير كتير حلو، لأنه في لكل واحد، يعني كل واحد بيجي بيهتم بقطاع معين عم بيقدر يجي يلاقي الأجوبة. لحتى في بافيليون موجود فيه كل شيء، واحد إذا عم بفتش على فرص عمل بهالقطاع. كمان في شركات موجودة خصيصا تقدر تساعد، شركات لبنانية. في السفارات سنة الماضي عملوا نشاط كتير حلو كمان تيروجوا لهن البرودكت اللي عندهم ياهن واللي هن مشهورين فيهن، عم بيكونوا معنا سنة ورا سنة. وهالسنة كمان عنا سفارات جديدة كمان عم بتشارك معنا. بدي أذكر أنه في عنا ورش عمل يومية رح تكون، ووركشوبس تقنية لكل المهنيين. البرنامج موجود على الويب سايت، كل يوم كل ساعة في ورشة عمل بالخدمة، بالطهي، بالمانجمنت، كمان أشياء كتير حلوة عم بتصير، حلو الواحد يطلع عليها ويقدر يجي يشارك فيها، لأنه بتفيد الواحد يتقدم ويتثقف. في فوق 30 ضيف جايبينهم من برا يلي هم من الطهات، من الناس مشهوره بفن الخدمه، من الناس المشهوره بزيت الزيتون، بالمانجمنت الى اخره، موجودين معنا. حلو الواحد كمان يجي يتعرف عليهم ويقدر يربي علاقات معهم، لانه هدول اشخاص جايين يعطوا وجايين يتعرفوا علينا، يعني جايين يعطوا شو ما بيعرفوه، واكيد ان شاء الله نحن كمان نخليهم ياخذوا معهم شيء تيضلهم من بيروت من لبنان للعالم، كمان نعرف على البروجيكت. لانه في عنا كثير يعني بلبنان اشخاص عن جد عندهم مواهب وعندهم خبره وهيك، بس يمكن ما قادرين يتواصلوا مع الخارج، فانتوا يعني هالصلة الوصل مثل ما عم بتقول جمانة بين هون وبرا، وعم يعني يلي عم بيجوا لان لبنان ولانه اريكا صار هالقد معروف عالميا عندهم. مزبوط، هي الفرصة الوحيدة لانه فينا نقدرهم ونشوف شغلهم، لانه عادة هن موجودين بالمطبخ ام بالمحل، ما حدا بيقشع هون، معروض خدماتهم، عم نفرجي مواهبهم وعم نقدرهم وعم نكرمهم، يعني صاروا يحضروا من سنه لسنه شو بدهم يعملوا اشياء احسن ويحسنوا حالهم ويحسنوا
المواهب تبعولهم لسنة البعدة. عظيم، هذا مثل ما ذكرت يعني كل حدا بده يكون موجود بهيدا المجال بيقدر انه يستفيد. هل انتم على تواصل بعدين تعرفوا مين اللي قدر يستفيد، مين اللي عامل مثلا اسس شيء فتح صار عنده مجال، دائما هيدي التفاصيل بتكون موجود معكم بعدين؟ اكيد. هلا نحن كعارضين صرنا 24 سنه بننظم المعرض، العارضين يلي عم ياخذوا معنا كانوا اول سنه كانوا شركات صغار وكبروا معنا وصاروا برا بيشتغلوا عندهم مكاتب برا، يعني نحن بنقول لهم مثل عائله كبيره وعم نستفيد وعم نفيدهم تا نتقدم ونصير معرض اهم واهم من سنه لسنه. يعني العارضين صار عندنا 350 عارض وعم يستفيدوا وعم يكبروا معنا، هيدا بفتكر نجاح للكل. ايه يعني المتابعه هي جزء كثير مهم انا يعني بعتقد. ايه نحن رغم كل السنين بتعرفي كلنا قطعنا، البلد قطع بظروف صعبه ورغم كل شيء ضلينا وما حبينا يضل هالملتقى سنوي وما نقف فيه ولا سنه رغم كل شيء، وبدعم الكل، بدعم النقابات، الجمعيات، الوزراء الموجوده واللي على طول بتعطي هالقوه وهالدعم المعنوي المهم. اذا بقدر بزيد هالسنه رح نكرم مع افتتاح المعرض مع نقابه المطاعم وبدعم وزاره السياحه رح يتكرم فوق رح يتكرم 11 مطعم لبناني هن عمرهم فوق ال 40 سنه وهن المطبخ اللبناني. برافو. صار رح تكون على الافتتاح وشغله كثير فخورين فيها، نقابه مطاعم عم بتحضرها مع وزاره السياحه والفريق عمل اوريكا، ورح يكون على افتتاح المعرض على الصالون كلينير فيتوهات صاروا معروفين بلبنان وبالعالم، رح يكونوا موجودين ويحضروا لنا افتتاح المعرض بالبرودكت اللبناني اللي عم بيخطوا كمان ويروجوا له بالعالم. عظيم، لكن موعودين هالاربع ايام يكونوا حلوين للجميع، لكل المهتمين بعالم الاكل والمطاعم وغيرها وكل صناعه الماكولات انهم يتوجهوا على اوريكا لحتى يلاقوا كل يلي هن بحاجه له. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيكم. شكرا. بريك مشاهدينا، خليكم معنا نرجع من تلك.